أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة نهايات وتكوينات، وضيفنا هو بطل العالم أناتولي كاربوف. ورغم أن أسلوب كاربوف يعتمد دائما على الاستراتيجية وكذلك له سلاح خطير فهو يجيد تماما نهايات الأدوار، إلا أننا سنرى له تكوينتين تكشفان براعته اللامتناهية في التكتيك، وخاصة التكوينة الثانية التي ربما يقسم معظم اللاعبين بأن كاربوف وضع قطع خصمه في أماكنها لكي يتمكن من أدائها. وكما هي العادة سنبدأ بالنهايات. النهاية الأولى ملك وبيدة أمام ملك وبيدة، ورغم تقدم بيدق الأبيض إلا أنه سيلاقي الكثير من الصعوبات. الموقف اللي أمامنا الأبيض له النقلة ولديه بيدة، بينما الملك الأسود لديه بيدة وقريب أيضا من البيدة الأبيض، فإذا تعجل بدفع البيدة لمربع الترقية بنقلة متهورة زي الاف 7 الاسود هيضمن التعادل بسهولة بكينج جي 7 وحيفوز بالبيدة وربما لديه امال في الفوز. ولكن النقلة الصحيحة هي الاقتراب من الملك من المربع اف 4. لاحظ ان البيدة بيسيطر على المربع جي 7 وبيمنع الملك الاسود من احتلال هذا المربع الهام. ودلوقتي الاسود له اختيارين، اما تقديم البيدة او التراجع بالملك للسيطرة على البيدة المتقدم. فإذا لعب مثلا جي 5 تشيك الأبيض حيفوز بعد كينج اف 5 والأسود ليس أمامه غير تقديم البيدة للأمام، وبالطبع الأبيض لو أخذ البيدة هيترك الفرصة للملك الأسود من اقتراب من البيدة والفوز به في النقلة القادمة وضمان التعادل. ولذلك الأبيض بيلعب بهدوء كينج اي 6 وبيترك البيدة الأسود يتقدم للأمام، وبعد اف 7 الابيض طالب يرقي والاسود بيمنعه بكينج جي 7، لكن هنا الابيض بيلعب النقله الفائزه كينج اي 7 والاسود ليس امامه غير دفع البيدق للامام وطلب الترقيه في النقله القادمه. لكن الابيض له فرص كبيره لان الترقيه هتكون بوزير وكش في نفس الوقت والملك لازم يبتعد، وهنا الابيض بيلعب كوين اف 2 وبيفوز بالبيدة وبيفوز بالدور. اذا تقديم البيدة لا يصلح والاسود بيلعب كينج اتش 7 والابيض بيكمل كينج جي 5 بيمنع البيدة من التحرك وفي نفس الوقت بيحمي البيدة، والملك لابد ان يتراجع وله اختيارين. اذا الملك الاسود ذهب اولا للمربع جي 8 بيسهل المهمة للابيض اللي بياخد على المربع جي 6 وبياخد المقابلة مع الملك الاسود وبيفوز بسهولة، وحنصل لهذا الموقف بعد قليل. لكن الاسود ممكن ينصب فخ للابيض ويتراجع للمربع اتش 8، وهنا الابيض لو تهور باخذ البيدة الاسود هو اللي هيلعب كينج جي 8 وهياخد المقابلة وهيصل لموقف تعادلي، لان البيدة هيتقدم للامام بكش والملك بيذهب للمربع اف 8 والملك الابيض اما يبتعد عن حماية البيدة او يذهب للمربع اف 6 وينتهي الدور بالتعادل لان الاسود مات مخنوق. ولذلك الابيض بدلا من اخذ البيدة بيلعب النقلة الصحيحة وهي كينج اتش 8 وهو اللي بياخد المقابلة مع الاسود اللي مضطر للذهاب للمربع جي 8، وهنا الابيض بياخد البيدة في امان ولديه المقابلة. وصلنا لهذا الموقف سابقا، والموقف ده موقف فوز للابيض، لان لو الاسود ذهب للمربع اف 8 الابيض هيفوز بسهوله باف 7 كينج اي 7 كينج جي 8 والملك بيامن مربع الترقيه وبيفوز. بينما لو ذهب للمربع اتش 8 هنا ايضا لحظه حرجه، لان الابيض لو تهور بلعب الاف 7 هينتهي الدور بالتعادل لان الملك مات مخنوق. ولذلك اللعبة الصحيحة هي الذهاب للمربع اف 7 وبعد كينج اتش 7 كينج اي 8 وبيأمن مربع الترقية والبيدق بيتقدم في امان وبيرقي ويفوز. والان
هيا إلى التكوين الأولى ولاحظ وأنت تراها أنها في تصفيات بطولة العالم أمام اللاعب الروسي الرهيب فيكتور كورشينوي، فمن له قوة الأعصاب التي أدى بها كاربوف هذه التكوينة؟ كاربوف بالأبيض وله جم قوي على جناح الملك لوجود بطارية الرخ والوزير على العمود H والتهديد بالأخذ على المربع H7 ثم كوين H8 شيك ميت، لكن الحصان على F6 بيحمي المربع H7 ولذلك الأبيض بيهدد بلعب G5 وطرد الحصان والأخذ على المربع H7 ومات فيما بعد، ولذلك كورشينوي دافع أمام هذا التهديد برك C5 بيكون بطارية على الصف لمنع لعب النقلة G5، ولكن كاربوف كان محضر له أكثر من مفاجأة وأكثر من نقلة تعتبر من النقلات الإبداعية، وبدأ بالمفاجأة الأولى، يا ترى إيه هي؟ كاربوف بدأ بالنقلة اللي منحها أصلا كورشينوي وهي النقلة G5، طالب طرد الحصان ثم الأخذ على المربع H7، وكورشينوي يكمل بالدفاع المنطقي روك تيكس G5، وهنا جاء ميعاد المفاجأة الثانية، يا ترى إيه هي؟ كاربوف المتألق فسر نقلته الأولى بالنقلة روك D5 بهجوم مزدوج على الوزير والرخ، وبالطبع الأسود لا يستطيع أخذ الرخ بالحصان وإلا هيتلقى التشيك ميت في نقلتين بكوين H7 تشيك كينج F8 كوين H8 تشيك ميت، وبتتبقى النقلة الوحيدة روك تيكس D5، وهنا بدأت تظهر خطة كاربوف بعد نايت تيكس D5، وهنا ربما يتبادر إلى أذهاننا أن الأبيض بيهدد بالتخلص من حصان F6 ثم إعطاء تشيك ميت للملك الأسود، لكن بالتفكير العميق بنجد أن التخلص من الحصان دي نقلة سيئة، لأن بعد نايت تيكس F6 تشيك الأسود بتتاح له الفرصة للعب E تيكس F6، وبكده بيتوفر للملك مربع هروب E7، وده اللي بيصيب خطة الأبيض بالفشل، لأن بعد كوين H7 تشيك كينج F8 كوين H8 تشيك لم تصبح هذه كش مات، لأن الأسود عنده النقلة الكينج E7. الأسود أصبح في موقف أفضل لأن له هجوم مضاد، الرخ طالب الوزير وكذلك الوزير الأسود طالب ياخد على المربع E2 ومهاجمة الملك، ولذلك الأخذ بالحصان دي نقلة سيئة، إنما تهديد الأبيض الحقيقي هو الأخذ على المربع E7 بكش وبشوكة للملك والرخ والأبيض بيفوز. وأيضا هناك تهديد خفي لهذه النقلة هيظهر بعد قليل، على أي حال الأسود كمل بالنقلة الدفاعية المنطقية روك E8 بيحمي البيضة وفي نفس الوقت بيبدأ هجوم مضاد على البيضة E2، لكن مفاجآت كاربوف لم تنتهي بعد ولعب نقلة فائزة، يا ترى إيه هي؟ كاربوف ترك تهديد الأسود بالأخذ على المربع E2 وكمل في هجومه بنقلة تعتبر لامعة وبشدة نايت F4، والنقلة دي نقلة عميقة بل بتعتبر من النقلات الخطيرة، لأن الأبيض عدد خطته وبدأ بنايت تيكس F6 تشيك وتخلص أولا من الحصان اللي كان بيحمي البيضة H7، والدفاع الوحيد للأسود هو E تيكس F6، وهنا هتظهر بكل جلاء فائدة هذه النقلة، لأن الأبيض هيكمل بالنقلة الفائزة نايت D5، وتمت محاصرة الملك الأسود اللي هيتلقى المات بعد عدة نقلات لأن الحصان منع مربع الهروب E7، ولذلك قلنا أن هذه النقلة من النقلات الخطيرة. على أي حال الأسود ليس لديه غير دفاع وحيد وهو بيشوب C6 ومستعد للأخذ على المربع D5 في الوقت الملائم، ولكن كاربوف أخرج من جرابه السحري المفاجأة الأخيرة التي تعتبر إنها أنهت الدور، يا ترى إيه هي؟ كاربوف كمل بالنقلة المدمرة E5 والتهديد المباشر هو E تيكس F6 طالب تشيك ميت على المربع G7 والدفاع الوحيد هو E تيكس F6، وهنا بتجيء
المات في نقلتين بنايت تيكس اف 6 تشيك كينج اتش 8 كوين تيكس اف 7 تشيك ميت. ولذلك الدفاع الوحيد للاسود هو لعب بيشوب تيكس دي 5، لكن كربوف كمل بخطته العميقة بإي تيكس اف 6 طالب كوين جي 7 تشيك ميت، والاسود اجباريا بيلعب إي تيكس اف 6 وكربوف كمل كوين تيكس اف 7 تشيك كينج اف 8 كوين اتش 8 تشيك، وهنا الاسود سلم. واذا اردنا اننا نعرف الاسود سلم ليه، فلانه مجبر للذهاب للمربع اي 7، وهنا بيصبح الرخ والملك على نفس العمود المفتوح عمود اي. ولو تمكن الابيض من لعب الرك اي 1 تشيك هيفوز بالرخ، لكن للاسف الوزير مانع الرخ من الذهاب للمربع اي 1، لكن الابيض هيوصل لهدفه ببساطه شديده بلعب نايت تيكس دي 6 تشيك، والملك لا يستطيع الابتعاد عن حمايه الرخ والا الابيض هياخده ويفوز، وكذلك لا يستطيع الذهاب للمربع دي 7 والا الابيض هيكمل بنايت تيكس اف 6 تشيك بشوكه للملك والرخ، والابيض هيفوز بالرخ ويفوز بالدور. ولذلك الدفاع الوحيد هو كوين تيكس دي 5، وبيتخلى الوزير عن مراقبه المربع اي 1، والابيض بيلعب ببساطه بروك اي 1 تشيك وهيفوز بالرخ، بل ان الملك الاسود في طريقه لتلقي تشيك ميت، وربما الدفاع الوحيد هو تضحيه الوزير والابيض بياخده وايضا بيفوز. ولذلك في الموقف ده كورشينوي سلم بعد ما اثبت كربوف جدارته في التضحيات والتكوينات، والاهم جدارته بحمل لقب بطل العالم. والان الى التحفه الفنيه لكربوف وهو يلعب بالابيض امام البلغاري فازلين توبالوف، تكوينه لا يستطيع حتى اليخين ان يصل اليها. الموقف ده يبدو ان موقف بريء للغايه، كربوف بالابيض ولون نقله، ولا يبدو ان هناك اي تهديدات خطيره في هذا الموقف. وقبل ما نبدا عاوز اقول ان كاسباروف قال ان الحظ لا ياتي الا للاقوياء، ولكن في هذا الموقف ليس فقط الحظ الذي ساند كربوف، بل ربما هناك من يعتقد حتى الان ان كربوف وضع القطع السوداء كما يريد قبل ان يبدا الدور. ودلوقتي يلا نفسر اقوالنا، وحنشوف في هذا الدور ان قطع الاسود ربما بتساعد كربوف اكتر من نقلاته اللي بدأ بالنقلة بيشوب F4 طالب الوزير، والوزير تراجع للمربع E7 وكربوف كمل نايت D7 طالب الوزير مرة اخرى كوين E4 طالب تكسير الوزيرين والوصول بالدور الى بر الامان. ولكن من هنا لم تبدأ فقط الالعاب النارية، بل ربما الالعاب النووية. وكربوف لعب نقلة ربما تعتبر من اغرب نقلات التكوينات. ايه هي نقلة كربوف؟ كربوف لعب النقلة الغير معقولة نايت اف 6، الحصان غير محمي لكن بيعطي شوكة للوزير والرخ، ولكن الاغرب كمل في خطته بتكسير الوزيرين. الابيض هيفوز فورا بالنقلة نايت تيكس اي 8 تشيك، والملك لازم يبتعد، وهنا الابيض بيلعب جي تيكس اف 3 وبيستعيد وزيره وبيخرج فائزا برخ كاملة، وبالطبع بيفوز في النهاية. ولذلك الاسود لا يستطيع تكسير الوزيرين، والنقلة الوحيدة المتاحة هي كينج اف 6، وبكده بيصبح الملك والوزير على نفس العمود ولا يفصلهم سوى الفيل. وكربوف بيكمل في خطته العميقة بالنقلة بيشوب اي 5 تشيك كش مزدوجة بالفيل والوزير، ولذلك الملك لازم يتحرك، ولكنه لا يستطيع الابتعاد لان الفيل لحسن حظ كربوف منع حماية الرخ للوزير اللي اصبح بدون حماية، ولو الابتعاد الابيض هياخد الوزير مجانا. ولذلك وللمرة التانية الاسود بيلعب اجباريا كينج تيكس اي 5، وللصدف الغريبة ولحسن حظ كربوف بيصبح الملك والوزير والرخ على نفس العمود، وكربوف بيستفيد فورا من هذه الميزة وبيلعب كوين تيكس اي 4 كينج تيكس اي 4، ومرة اخرى ولحسن حظ كربوف بيصبح الملك والرخ على نفس العمود،
وكربوف بيكمل روك اي 1 تشيك، والملك لازم يبتعد والابيض هيفوز بالرخ، لكن هيكون رخ امام قطعتين وربما الاسود افضل، لكن هنرى ان كربوف ربما هو اللي وضع قطع الاسود بعناية في اماكنها، لان بعد كينج اف 5 الرخ اصبح متاح للابيض وكمل روك تيكس اي 8. وللمرة الرابعة بنجد ان قطع الاسود بتساعد كربوف، لان بعد فوزه بالرخ لابد ان يفوز بقطعة اخرى، لان الرخ بيعطي شوكة للفيلين اللي بالصدفة ايضا غير محميين، والاسود كمل بافضل نقلة وهي بيشوب اي 6، بيترك الفيل لمصيره المحتوم لكن بيهدد بالفوز ببيدة الـ A2. وبالفعل بعد روك تيكس اف 8 بيشوب تيكس A2، ووصلنا الى نهاية دور الابيض متفوق برخ امام حصان وبيدة، ولكن ده ليس هو التفوق الذي يمنح الابيض الفوز، لكن مرة اخرى قطع الاسود بتساعد كربوف وبيكمل روك سي 8. وهنا توبالوف ادرك ان ده مش يومه وسلم في هذا الموقف، لكن يا ترى توبالوف سلم ليه؟ توبالوف ايقن ان كربوف في طريقه للفوز بقطعة، لانه بيهدد اولا روك سي 7 والفوز ببيدة هام على المربع بي 7، لان البيدة لا يستطيع التقدم للامام لانه هيترك الحصان بدون حماية. ومن الصدف الغريبة ايضا ان الحصان حتى لو اتحرك هيترك بيدة السي 5 بدون حماية، بل وللصدف الغريبة ان الحصان حتى لو اتحرك للمربع اي 5 لكي يحمي بيدة البي 7 هيخسر ايضا بعد روك تيك سي 5، وللمصادفة الرخ بياخد البيدة بشوكة للملك والحصان، وبعد تحرك الملك بتجيء صدفة اخرى، لان بعد روك تيكس اي 5 الابيض بيفوز بقطعة وفي نفس الوقت بشوكة للفيل والبيدة، والابيض حيزيد من تفوق المادي وفي طريقه للفوز. ولذلك افضل نقلة الاسود لكي يتجنب الخسارة هو لعب النقلة بيشوب دي 5 وبيحمي الحصان، لكن مع ذلك الابيض بيفوز اجباريا، لان بعد روك سي 7 طالب بيدة البي 7 الاسود ليس امامه غير الدفاع بي 6 وبيهرب بالبيدة، والفيل بيحمي الحصان، لكن مرة اخرى قطع الاسود واماكنها بتساعد كربوف في الفوز، لانه هيكمل بالنقلة الفائزة سي 4 طالب الفيل الذي لا يستطيع الابتعاد عن الوتر، والنقلة الوحيدة هي بيشوب اي 4، لكن هنا الابيض هيفوز بقطعة بعد اف 3، والفيل لازم يغادر الوتر ويترك الحصان لمصيره المحتوم، والابيض بيفوز في كل التفريعات. ولذلك توبالوف في هذا الموقف سلم بعد تكوينة ساعدت فيها مواقع القطع السوداء الابيض للوصول للفوز. ودلوقتي السؤال الملح، هل كربوف كان سعيد الحظ ام كان هو اللي وضع القطع في اماكنها، ام كان عبقري؟ لانه قبل ما يلعب النقلة نايت اف 6 تشيك كان لابد ان يرى في مخيلته الموقف بالتفصيل الى الشكل النهائي، وهو روك سي 8 اللي لولا انه هيفوز اجباريا لم يكن يلعب النقلة نايت اف 6. وده اللي بيرجح من وجهة نظري ان كربوف عبقري، لان من يرى مثل هذه التكوينة لابد ان يكون من نسيب مختلف. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.